شوفوا الراديو، حطوا القهوة على الصوبيا مشان ما تبرد لبين ما نبلش الحلقة. على فكرة أحد أهم أسباب ربط فيروز بالصبح بالنسبة للسوريين، بالإضافة طبعاً لأنه أغانيها رائعة، هو أنه أغاني فيروز كانت مناسبة جداً لبرنامج على الإذاعة السورية اسمه مرحباً يا صباح بالخمسينات والستينات، مدته ربع ساعة، وبالتالي أغانيها القصار نسبياً كانوا حفر وتنزيل، وظل ينبث لسنين طويلة لصالت فيروز للصبح وصبح لفيروز. طبعاً هالشي عدا عن ارتباط أغانيها بلبنان وسوريا وممكن ببلاد عربية تانية، بالحنين للطفولة، بالحنين للوطن والبساطة والطبيعة. وبعيداً عن كل الفنانين والظواهر الفنية العربية التانية، ما طلع شيء بيشبه تجربة الرحابنة بغناها وتميزها وبصمتها. بس المتميز أكثر هو معادلة النادرة المتعلقة بفيروز والرحابنة اللي بتبين على أنه فيروز والأخوين الرحباني بيساوي لبنان. هالمعادلة تشكلت لعدة أسباب ورح نحاول نشوفها بالحلقة بالاعتماد على دراسة للباحث الأمريكي كريستوفر ستون اللي يعد من القلائل اللي درسوا الرحابنة أكاديمياً. كيف تصنع التبولة؟ أحضري سيدتي جرزة بقدونس. هاي جرزة بقدونس من ثم ما ماشي. الأخوين رحباني عاصي ومنصوري اللي هن بالمناسبة كانوا عنصري شرطة، بلشت رحلتهم مع الموسيقى حوالي سنة 1949، بديوا بجو فني مسيطر عليه من قبل الفن والغناء المصري، يعني التطريب وطريقة الغناء المصرية من أغاني طويلة وكلمات عشق وفراق وشوق وخلافه، غنيات من مصريين وغير مصريين، لدرجة أنه بدراسة استقصائية بلبنان سنة 1951 لمستمعي الراديو عن النوع الموسيقي المسيطر، كان الإجماع على هيمنة الغناء المصري والمطربين المصريين أو يلي بيغنوا بالستايل المصري، والرحابني ما كان لهم ظهور بهالدراسة. وبالتالي لما أجوا الرحابني وقدموا شي جديد للناس ما تقبلوا مباشرة، كون الشيء اللي قدموه كان جديد فنياً بهداك الوقت. أول ما بلشوا الرحابنة كان فيك تقول لاحقين الموضة العالمية بأوروبا وأمريكا، موسيقى راقصة لاتينية خفيفة مثل غنية يسعد صباحك يا حلو، وتم انتقادهم بوقتها أنه ليش عم بيعملوا موسيقى غير هادفة وما عم يشاركوا بصناعة فن وتراث وطني هادف. مع الوقت تغير هالشي وتوجهوا باتجاه الغناء التراثي أو الفولكلوري اللبناني، وعملوا أغاني كتيرة وسكتشات بتحكي عن مواضيع متعلقة بالطبيعة، العيشة البسيطة، الحب البريء، القرية، الضيعة، وأغاني وطنية عن لبنان وحتى عن بلاد عربية تانية تعتبر ساهمت بتشكيل هويتها الوطنية، خصوصاً سوريا وفلسطين اللي عملوا لها الرحابنة أعمال خالدة، بالإضافة للعراق، الأردن ومصر وغيرهم من البلاد، كلها تحت ما يسمى بموجة الفن الملتزم اللي كانت مسيطرة بهديك الفترة مثل أم كلثوم وعبد الوهاب وغيرهم. قدم الرحابنة موسيقى وشكل ولغة وكلمات جديدة للأغاني، لغة مختلفة عن الموجودة بلبنان والعالم العربي، كلمات مو مألوفة وجديدة على الجمهور اللي استغرب هالمصطلحات مثل البرية، الجبل، النبع، الوادي، الحور العتيق، الأوضة المنسية، ومحاكاة مشاعر وقضايا جديدة مختلفة عن المتعارف عليه. مثلا من ناحية طول الأغاني كان أغلبها مو أقل من 20 دقيقة، اجوا هن قدموا غنية من 3 دقائق خفيفة نظيفة. وواحد من الأسباب اللي خلتهم يركزوا على أغاني قصيرة كان انتشار الراديو بغزارة. اي نعم الراديو، لأنه الراديو بده يعرض أغاني أكثر وأقصر مشان يقدر يحط إعلانات بين الأغاني ويسترزق. أما غنية طولها ساعة ما فيك تحط فيها إعلانات. حتى أنه الرحابنة لحنوا إعلانات برادات ودعاية مسحوق غسيل تايد وانتشرت الإعلانات على كل لسان. وموسيقيا بيقول منصور الرحباني بمقابلة معه أنه ندخلوا آلات موسيقية بتشبه الأرض والطبيعة والجبل والحراش اللي بتشبه طبيعة جبل لبنان لأغانيهم، حتى أنهم غيروا طريقة اللفظ للكلمات عن الطريقة المصرية اللي الناس متعودة عليها. مثلا بكل أغاني كانوا يلفظوا الليل على اللهجة المصرية بكسر اللام، الرحابنة كسروا القاعدة ولفظوها ليل بفتح اللام وتسكين الياء، يعني بلشوا يعملوا هوية خاصة للأغنية اللبنانية. وهيك مع الوقت اعتبرهم الناس مثل ما هن اعتبروا حالهم المثلث عاصي ومنصور وفيروز اللي أخذ على عاتقه صناعة الأغنية اللبنانية. وسنة بعد سنة صارت فيروز والرحابنة بيذكرونا بلبنان ولبنان بيذكرنا فيهم. بس دعونا نعرف لبنان، شو هو لبنان وكيف صار عبر التاريخ. طبعا لبنان جاي من اسم جبل لبنان مثل ما شايفين بالصوره، اللي بتسكنه اغلبيه مسيحيه مارونيه الى جانب اقليات مسيحيه اخرى ودرزيه ومسلمه. بسنه 1860 صارت احداث عنف طائفيه شهيره بالجبل لاسباب كثيره سياسيه واقتصاديه وغيرها. هالاحداث هي فتحت الباب لفرنسا لتتدخل اكثر لحمايه الموارنة بالجبل. من وقتها صار اسمها متصرفيه جبل لبنان وتمتعت بحكم ذاتي الى حد ما عن الدوله العثمانيه بفضل حمايه ورعايه عده دول اوروبيه، بالإضافة لنهضة اقتصادية واجتماعية نتيجة بداية التطور الصناعي والتجاري إلى جانب الدعم الفرنسي والانفتاح. وهالشي انعكس على مدن صغيرة بالساحل مثل بيروت وصيدا اللي تطورت وتحولت لمدن أكبر. دقيقة نصب الأهوال. بسبب التعامل التجاري مع الجبل. وبهالوقت عاشت متصرفية جبل لبنان فترة ذهبية، وخلال هالفترة نشطت زيارات المستشرقين للمنطقة ومنهم إغنيست غينو اللي زار كمان بعلبك وركز بهالزيارة على الموروث الفينيقي، حتى أنه الكتاب اللي كتبه سماه مهمة إلى فينيقيا ميسيون دو فينيسي،
هالشي فتح الباب للقوميين اللبنانيين ومنهم المارونيين مثل هيكتور خلاط وميشال شيحة ويوسف السودا وغيرهم بأنهم يربطوا الماضي الفينيقي للمنطقة مع الحاضر الماروني اللبناني، وبدأت تتأسس حركات لبنانية مثل أليانس ليبانيز أو تحالف لبنان تدعم فكرة تأسيس لبنان الكبير، وأن اللبنانيين اللي بجبل لبنان هن استمرار للفينيقيين وحضارتهم ومهارتهم بالتجارة وحرفيتهم، وأن لبنان هو مهد الحضارة العالمية من الجبل للبحر. وبيقول يوسف السودا بكتابه في سبيل لبنان 1919 أنه مثل ما أوروبا مدينة للإغريق والرومان، لازم ما ننسى أنه أرض الفينيقيين هي معلمة روما وأم اليونان. وهون ببلش يتطور اتجاه لتأسيس الأمة اللبنانية باعتبارها أمة مستقلة ومنفصلة ومتميزة عما حولها. وطبعا النواة الأساسية لهي الأمة هن سكان جبل لبنان المسيحيين المارونيين. بمؤتمر فيرساي بعد الحرب العالمية الأولى وانهيار الدولة العثمانية، قامت أوروبا بدعم فرنسي بتأسيس دولة لبنان الكبير بيضم عدة أقاليم أو مقاطعات من سوريا العثمانية، واللي هي مثل مشافين على الخريطة الشمال والجنوب والساحل اللي بيضم مدن مثل بيروت وطرابلس وصيدا وسهل البقاع، وكان بيضم سنة وشيعة ودروز وطوائف تانية. وقت تشكل لبنان كانت النسب تقريبا متساوية بين المسيحيين والمسلمين، أما من حيث تقسيم السلطة وكمان اقتصاديا وسياسيا كانت الكفة راجحة بشكل كبير للمسيحيين. وإجا الانتداب لفرنسي سنة 1920 بقيادة المندوب السامي جنرال غورو أنري غورو، وظل هالانتداب لمنتصف الأربعينات تقريبا. نرجع، كيف تصنعين التبولة سيدتي؟ أحضري جزة البقدونس. بعد استلام الرئيس كميل شمعون بثلاث سنين يعني بسنة 1955 تقرر بفرنسا أنه يعنوا النسخة الأولى من مهرجانات بعلبك الدولية اللي صار بعدين مهرجان سنوي، وكانت النسخ الأولى منه تضم حصرا فرق مسرحية وموسيقية أجنبية من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وغيرهم، دلالة على المستوى الرفيع للمهرجان وعالميته وتصدير صورة متحضرة منفتحة للعالم. وسنة 1957 كلف الرئيس شمعون زوجته زلفة شمعون ومجموعة من سيدات النخبة برئاسة المهرجان، وسموهم لي دام دو فيستيفال أو سيدات المهرجان، وطلبت من الأخوين رحباني وفيروز يشاركوا بالمهرجان بفقرة اسمها الليالي اللبنانية وسط معارضة من بعض السيدات اللي معها. ليش؟ ليقوم يطلع شعبي وبيئة وبعيد عن مستوى الفرق العالمية المحترمة المشاركة، وخافوا من فيروز تغني طرب مثل باقي العربي وشغلات طويلة وإلى آخره. وفعلا كان في تخوف من مشاركة الرحابنة، بس المشاركة أتت أكلها عاصفة تصفيق وقشعريرة ونجاح منقطع النظير بعد ما قدموا مجموعة عروض تراثية لبنانية فيها دبكات وأعراس وموسيقى شعبية فولك ميوزك يعني. والرحابنة اشتغلوا على الموروث الشعبي، ما نقلوا مثل ما هو يعني، غير أنه طوروا الموسيقى وألفوا معظم الأغاني اللي كانوا يعرضوها، جابوا خبير سوفيتي بالرقص التقليدي وخلوه يطور الدبكة، طبعا مو أي دبكة، دبكة جبل لبنان حصرا، بعد ما كانت بسيطة وحركاتها مو كتير معقدة ومنتظمة، عملوا دبكة جديدة استعراضية أكثر وسموها الدبكة اللبنانية اللي بتمثل كل لبنان. بس المشكلة إنه شكل الدبكة طلع بعيد عن الشكل اللبناني أو حتى عن الدبكة الأصلية بقرى جبل لبنان، صار شكلها بيشبه أكثر دبكات منطقة البلقان بحركات مثل رفع الرجلين لفوق كتير. يعني اللي صار انه عملية خلق دبكة لبنانية تراثية طلعت نتيجتها دبكة هجينة ما بتشبه الدبكة الاصلية، وبنتيجة هالمساهمات الرحبانية التراث اللبناني قبل الرحابنة مختلف عما بعدهم، عملوا تغييرات عليه لحتى تغيرت ملامحه، مو يعني صار اقل لبنانية بس اقل تراثية. اما عن هدف الرئيس شمعون بدعوة الرحابنة واضافة فقرة الليالي اللبنانية للمهرجان فأكيد ما كان سياحي واقتصادي بس. مثل ما أسلفت وحكيت قبل شوي عن ظهور حركات تدعو إلى ربط الماضي الفينيقي والحاضر اللبناني وبناء الأمة اللبنانية أو القومية اللبنانية Nation Building المتمحور حول جبل لبنان وسكانه ومن ثم المقاطعات المضافة له، هالعملية ممكن تتم بحسب المفكر الإيطالي أنتونيو غرامشي عن طريق ثورة أو تغيير ثقافي تدريجي عوضا عن تغيير السياسي المباشر Incremental Revolution، لما النخبة الإليت بتخلق ثقافة الدولة عن طريق التراث والثقافة الشعبية اللي بتربط حاضر الأحفاد الوليد بماضي الأجداد التليد. هالعملية بتتضمن تحقيق عاملين بحسب عالم السياسة والأنثروبولوجيا الهندي بارتا تشاترجي، هن نواطيل هالطبخة يعني. الأول هو إنك تجيب الموروث الثقافي والأهم منه الآثار والأبنية لفترة ما تعتبر ذهبية، وهي على الأغلب تجي قبل ما تدخل ثقافات تانية من برا يعني من الغير، وتربطه بالحاضر، تربط حاضر مكان ما بالماضي الكلاسيكي أو التقليدي أو التراثي تبعه وتعمل لينك أو رابط وتسميه Classicization of Tradition. وبحالة لبنان بعلبك وآثارها كانت موقع مثالي لهالعملية، بحيث ربطوا آثار بعلبك والماضي الفينيقي بالحاضر اللبناني، وشطارة الفينيقيين بالتجارة وتجوالهم بالمتوسط والعالم بهجرة وسفر اللبنانيين بالحاضر وانفتاحهم على العالم. أما العملية الثانية فتسمى الاستحواذ على الظاهرة الشعبية أو التراث الشعبي Appropriation of the Popular. شو يعني كمان؟ التراث الشعبي أو الفولكلور من فنون وموسيقى ورقص وغيره برأي تشاترجي هو الحقيقة الأبدية واللي ما بتتغير للثقافة القومية. وبحالة لبنان تم ربط حلقات الدبكة القديمة بين الأجداد الفينيقيين لشكر الآلهة بحلقات دبكة الأحفاد اللبنانية بقرى جبل لبنان للأعراس والاحتفالات. وكمان بهالحالة عروض الرحابنة كانت الخلطة الممتازة اللي بتعرض التراث اللبناني، يعني مهرجان بعلبك صار دوره يخلق ويعرض فولكلور لبنان، والرحابنة وفيروز صاروا يمثلوا لبنان فنيا، وهذا الشيء اللي كان عم يبحث عنه الرئيس شمعون. لبنان ذو هوية فينيقية مسيحية مختلف عن محيطه ومنفتح نحو الغرب،
وبتدعموا كتابات شعراء ومفكرين لبنانيين مثل ميشال شيحة وسعيد عقل. بكل الأحوال موضوع بناء الأمة أو القومية رح نخصص له حلقة كاملة بالمستقبل. وهيك صار الرحابنة يشاركوا بالنسخ المتتالية للمهرجان ويقدموا مسرحياتهم الغنائية بالإضافة لعروض تانية. يعني مثلاً بسنة 59 كان في عرض تاني ضمن الليالي اللبنانية عن عرس بدوي باعتبار هذا المكون موجود بلبنان، بس بنسخة المهرجان 1960 تم إلغاء العروض كليات التانية وبقيت مسرحيات الرحابنة هي الممثل الوحيد للتراث اللبناني. سنة 1958 صار شيء فينا نقول عليه أزمة، أحداث عنف بين عدة أطراف مدعومين من جهات إقليمية ودولية لعدة أسباب داخلية وخارجية سياسية واقتصادية ما رح نخوض فيها. حط خشبي. سرعان ما تم التوصل لحل إلها بوصول الرئيس فؤاد الشهاب يلي من أهدافه هو الوفاق والمصالحة، وإنه ما مضى قد مضى ولا غالب ولا مغلوب بين طرفي النزاع. وهالشي جلى بأعمال الرحابنة بمهرجان بعلبك وأهم مسرحية جسر القمر سنة 1962 اللي بتحكي عن صبية مسحورة ومسجونة على جسر القمر مثلت دورة فيروز مسجونة بين قريتين متنازعتين على المي، وبتنتهي المسرحية بتصالح القريتين وتمرير المياه بيناتهم وتحرير هالصبية بإشارة إلى المصالحة وعودة المياه إلى مجاريها. في حين تم وصف أعمال الرحابنة بأنه شاملة وبتمثل كل لبنان، لازم نحلل أكتر أي لبنان تم تقديمه. في ملاحظة مهمة ما بعرف إذا لاحظتوها معي بمعظم اللي قدموه الأخوين رحباني وفيروز حتى الآن حكينا عنه، هي أنه دائماً المكان والفن المقدمين هن القرية أو الضيعة المارونية بجبل لبنان بالرغم من أنه هن بينتموا لطائفة تانية أرثوذكس. بالمسرحيات الأولى كان شكل المسرح كتير واضح، ضيعة أو قرية لبنانية في جبل لبنان، يعني لا بالبقاع ولا بالشمال لا بالجنوب ولا على البحر ولا حتى ببيروت العاصمة. اللهجة المحكية الطاغية بمسرحياتهم هي لهجة جبل لبنان، والمواضيع والمصطلحات كلها نفس الشيء، مثل كأنه رسموا حدود ثقافية مع باقي المناطق وقدموا لون واحد باسم لبنان كله للعالم على أنه التراث اللبناني. مثلا بمسرحية بياع الخواتم سنة 64 واللي صارت فيلم لاحقا للمخرج المصري يوسف شاهين اللي بتحكي عن ضيعة كمان مختارة بيخترع عدو اسمه راجح مشان يحكي للناس عن بطولاته بمواجهته بالسهرات، بالنهاية بيجي راجح الحقيقي وبيطلع حباب مشرير وبيعملوا حفلة لكل عرسان الضيعة. الضيعة هي واللهجة المحكية والقصة والجو كله مستقى من قرى جبل لبنان المارونية. أما بمسرحية فخر الدين، فخر الدين اللي حاول يعمل دولة بتضم لبنان الحالي تقريبا بفترة الدولة العثمانية بالقرن ال17 واللي تعتبر أقوى مسرحية من ناحية تقديم صورة سياسية للبنان، فلما بيجتمع فخر الدين مع مفادي المناطق بلبنان ما حدا بيحكي إلا فيروز اللي بتمثل جبل لبنان، ولما بيستلم الهدايا من بيروت وطرابلس والبقاع والجنوب كل الهدايا هي محاصيل زراعية ومصنوعات. أما هدية جبل لبنان فهي سيف بإشارة لأنه جبل لبنان هو المسؤول عن حماية دولة لبنان الوليدة والكلام باسمها. نرجع لموضوع التبولة، أحضر جزة البقدونس سيدتي. وعن فكرة إعطاء الأولوية لمكون دون المكونات الثانية إن كانت طائفية أو ثقافية أو تاريخية، بيقول الكاتب طه الوالي إنه برأيه صوت فيروز الجميل استخدم لنشر فن وأغاني منطقة جبل لبنان في لبنان كله. وطبعاً ما حدا بيقدر يقول إنه شعبيتهم ما كانت جارفة، بس حتى هي الشعبية استخدمت لتعريف هوية شريحة من الناس وتغييرها. مثلاً بيقول الروائي حسن داود إنه بعد ما انتقلت عيلته على بيروت صار يحكي بباص المدرسة بلهجة مسرحيات فيروز حتى الناس ما تتمسخر على لهجته. أما الصورة اللي كانوا يقدموها بأغانيهم ومسرحياتهم مثل الليل والأنديل، بياع الخواتم، جسر القمر وغيرهم هي صورة ضيعة فيها سحر وحب ووئام وقصص وحكايات، شيء بيشبه حنين أو نوستالجيا لطفولة بهي القرى الجبلية وما بيشبه صورة الواقعية، صورة متأثرة بحنين لطفولتهم ولفترة قبل هيك هي فترة المتصرفية ما قبل تأسيس لبنان الكبير اللي كان فيها جبل لبنان لحاله بيتمتع باستقلال وأموره بخير. وهالحنين نقلوا بأعماله المسرحية للناس خصوصا أهل جبل لبنان اللي هاجروا على المدن أو للمغترب، لهيك منشوف إنه مسرحياتهم لاحقا انتقلت على المدينة وتركت تمثيل الريف مثل ما انتقل سكان جبل لبنان وظل الحنين موجود مثل هلا والملك والشخص وميس الريم. هي الصورة الرومانسية عن الضيعة اللبنانية دخلت القلوب بسرعة ونشرت صورة جميلة للضيعة الكلاسيكية مو بس بلبنان بل بكثير من البلدان العربية. وبالمقابل في أصوات ناقدة مثل الكاتب محمد أبي سمرة يلي بيقول لك إنه ما كان مجرد نوستالجيا أو حنين بريء بل كان مبني على فكرة مركزية جبل لبنان وتشكيل لبنان الكبير بناء على مصالح جبل لبنان الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة لأفكار من الشاعر سعيد عقل وقبل المفكر ميشال شيحة وبعض الأفكار اللي كانت منتشرة أيام المتصرفية. بس الصورة الوردية ما مثلت ناس تانيين مثل الكاتب الفلسطيني الأمريكي إدوارد سعيد يلي عاش جزء من طفولته بلبنان وبيقول إنه ذكرياته بنفس القرية اللي بيحنوا لها الرحابنة ما كانت ذكريات كتير رومانسية. بناء على هاي الشهادات اللي شفناها قبل شوي الموضوع أكيد متعلق بوجهات النظر، بس المشكلة لما رؤية شخص ما لفترة ما ومكان ما تنتقل على أنها رؤية للبنان كلياته وتكون أقرب للحلم من الحقيقة مثل ما بتقول بداية مسرحية بياع الخواتم، رح نحكي قصة ضيعة للقصة صحيحة وللضيعة موجودة. وهالشي بيأكده الكاتب محمد أبي سمرة اللي بيقول إنه ببداية شبابه كان مبهور بصوت فيروز والسحر اللي بأغاني الرحابنة، ومع الوقت صار معه حالة صدمة ونفور لما شاف الفجوة بين حياة المدينة والوطن الحلمي اللي خلقوه. هنرجع نشوف موضوع التبولة،
كيف تصنع التبولة؟ أحضري سيدتي جرزة بقدونس. برغ غربة الدور بس ما عندي غير بقدونس. سيدي بنهاية الحلقة رح لك ثلاث شغلات نعمل تبولة وما عندنا غير بقدونس. أولا الرحابنة وفيروز هن من أكثر الفنانين تأثيرا على المشهد الثقافي بلبنان وبكل المنطقة، والفن الراقي اللي قدموه بيوضح كيف الثقافة والفن ممكن يكونوا وسيلة لتوطيد الشعور بالانتماء، وخاصة ببلدان منطقتنا اللي تعتبر إجمالا بلاد حديثة التكوين. ثانيا الكلام اللي قلناه عن الرحابنة إنه هن ركزوا بمسرحياتهم وأغنياتهم على مناطق معينة بلبنان يمكن يكون صحيح بالفترة الأولى من مسيرتهم. لاحقا وابتداء من السبعينات والثمانينات صار في تطور وصارت فيروز تغني لكل مناطق لبنان تقريبا. ثالثا هذا الكلام عن التركيز على لهجة أو ثقافة أو فن مناطق معينة مو حصري بلبنان. بكتير من البلدان المجاورة بيصير نفس الشيء، وتعتبر المناطق البعيدة عن العاصمة مثلا مناطق نائية وما بيتم الحكي عنها إلا ضمن قوالب جامدة. وحتى برات منطقتنا خذ مثلا فرنسا، كتير من الروايات والقصص بتدور أحداثها بمنطقة النورماندي، وهي المنطقة كان لها حظوة أكبر على مستوى البلد. أما منطقة البروتانيا المجاورة فتركيز عليها أقل. إذا فيروز والرحابنة خلقوا وطن سموه النقاد وطن الأخوين رحباني، وكانوا كما يقال عم يقدموا فيه صورة للبنان بلون واحد فقط بفن راقي وحلو طور الموسيقى العربية ككل، فهالشي ممكن يكون صار وعم يصير بعصرنا الدستوبي ببلاد عربية تانية بس بطريقة مختلفة وبفن تعبان، حيث طبقة اجتماعية واحدة بتختصر البلد أو مؤسسة دولة واحدة وإعلامها عم يحتكروا تمثيل الدولة، أو ممكن يكون لون واحد عم يستبعد ويشيطن باقي المكونات ويحكي باسم الدولة ويقدم ثقافة معينة على أنها ثقافة المجتمع كله، لأنه هالشي عقبته وخيمة ووخيمة كتير وشفناها وعم نشوفها بكتير دول عربية.